الحركة الصهيونية عمر ما كانت تؤمن بشيء اسمه حل الدولتين أو حل الدولة، بدهم الأرض والكعكة كلها ويأكلوها مع كل أسف. ولذلك احنا منطالب للعالم كله انه احنا قدمنا، لما قدم أبو عمار في أوسلو حل الدولتين، نعم، انا زعلت عليه كثير لانه قال 22% والله للفلسطينيين والباقي للاسرائيليين. صحيح. نزلت عليه في تونس قال لي اقعد، احنا تفكيرنا كله هذه حل الدولتين كمرحله اولى الى ان يتعلم العرب حل مرحلي، ما حل مرحلي الى صاروا عايشين منيح ومضبوطين وصار في حق العوده وكذا، هذا انه نعيش في دوله واحده ديمقراطيه واحده. نعم.